بعدها هتدخل على صفحة اوداسيتي، هتلاقي عندك ايميل فيرفايد، وبكده يبقى انتهى التسجيل والتفعيل عن طريق الكمبيوتر او الموقع او صفحة الويب. انتظرونا في الحلقة القادمة اللي هي بعد دي على طول، علشان تعرف طريقة التسجيل عن طريق الموبايل. لايك او سبسكرايب، ما تنساش تعمل شير لأي صديق من اصدقائك علشان يعرف يسجل قبل 10 يناير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة EJS. النهاردة معانا مبادرة مليون مبرمج عربي، هنستعرض فيه نقاط محددة في ضوء ما توفر من معلومات، بعض التفاصيل وتقديم عن طريق الكمبيوتر او الموبايل، المسارات وازاي تختارها، ما بعد التقديم والرسالة والايميل. مبادرة مليون مبرمج عربي، الشرط الوحيد ان تكون عربيا. اعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عن مبادرة المليون مبرمج عربي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر في اكتوبر 2017. وطبعا لازم نشكر الشيخ محمد بن راشد على افكاره السباقة والمدهشة وفي نفس الوقت المحفزة للشباب العربي. واشار حاكم دبي في تغريدته الى ان الهدف من المبادرة يتمحور حول تمكين الشباب العربي من تقنية العصر واداته الاساسية وهي البرمجة لغة العصر الحديث، وذكر ارقاما حول ضرورة توفير 80 مليون وظيفة بالعالم العربي بحلول عام 2020. وتتكون المبادرة من جزئين، الاول مخصص للمتدربين والاخر للمدربين، وسيحصل المتفوقون على جوائز نقدية بقيمة $1,000,000. وهنا هنتكلم عن الشهادات والمتقدمين سواء مدربين او متدربين، هيكون في شهادات مجانية عبر الانترنت. تنويه الشهادات لمن يكمل، ببساطة اشتركت وما كملتش فمش من حقي شهادة طبعا. تتألف المبادرة من 3 مراحل يتم تنفيذها على 2 عامين. خطوة التسجيل عن طريق الكمبيوتر، ده الموقع عرب كودرز مليون مبرمج عربي. اول ما تفتح الصفحة هتلاقي الصفحة ظهرت لك بالشكل ده، هنضغط على سجل الان. تحت في اخر الصفحة هتلاقي عندك الدخول كطالب او الدخول كمدرس. وتقوم باختيار المسار من خلال القائمة كطالب تطوير مواقع إلكترونية، مطور تطبيقات الأندرويد، تطوير صفحات المواقع، محلل بيانات. ننتقل إلى الجزء الخاص بالمدرسين أو المدربين. سنقوم باختيار احد المسارات، نضغط على انضم. ستظهر هذه الصفحة، يمكنك التسجيل عن طريق فيسبوك او جوجل. في البداية يوجد لديك الفيرست نيم وهو اسمك الاول، ثم اللاست نيم اخر اسم، ثم الايميل ادرس وهو عنوان البريد الالكتروني على موقع ياهو او جيميل، ثم الباسورد، ثم تقوم بتكرارها في هذا المستطيل، ثم تضغط على ساين اب. بعد التسجيل والضغط على كلمة ساين اب هتوصل لك رسالة على الايميل، الرسالة من اوداسيتي مكتوب فيها verify your email. هتضغط على المستطيل الازرق، بعدها هتدخل على صفحة اوداسيتي، هتلاقي عندك ايميل verified، وبكده يبقى انتهى التسجيل والتفعيل عن طريق الكمبيوتر او الموقع او صفحة الويب. انتظرونا في الحلقة القادمة اللي هي بعد دي على طول، علشان تعرف طريقة التسجيل عن طريق الموبايل. لايك او سبسكرايب، ما تنساش تعمل شير لأي صديق من اصدقائك علشان يعرف يسجل قبل 10 يناير.